بسم الله وكيف الروح القدس الاله الواحد احل علينا نعمه وبركه الان وفي الاوان وفي كلها عموم. بدينا المره اللي فاتت المحاضره الاولى بدينا مقدمه عامه وبعدين بدانا ندخل في الموضوع اللي اعلنا عنه ووصلنا ذهب ليدافع
الدستور ويعرقل أي حكم يصدر ضده. فرجع هو نفسه أنه مقصر، هو نفسه معزولا من الشركة الكنسية الجامعة، لأن المجمع جعل يحمى منعه تحت طائلة قطع الشركة والوقف مهددا بالتجريد إذا لم يرتدع ويرضع لقرارات المجمع. وبالفعل فضل كرسي الشرق، كرسي أنطاكيا، منفصل عن سائر الكراسي الرسولية والكنائس بصفة عامة والكنيسة الجامعة لبطرق الإسكندرية، يعني ما هوش شركة ولا القسطنطينية ولا روما، ثلاث كراسي كبار ذلك الوقت. فظل منفصل لعدم قبول قرارات المجمع المسكون، ولم يعترف هو ومن معه بتجريد مسطور، وبالتالي لم يعترفوا بالخلف المنتخب ماكسيميانوس اللي جه بعد مسطور، فأصبح في عزلة. كل الكنائس الكراسي الرسولية والكنائس هو منفصل عنها. مش كده وبس، ده طلع وجهه الاتهامات ضد البابا كيرلس، ويتهموه بالأبوليناريا، إنه أبوليناري. ليه؟ عشان قال اتحاد حقيقي، وكان نتيجة الاتحاد إنه قال طبيعة واحدة. وزي ما قلنا في المقدمة اللي قلتها المرة اللي فاتت، هي لابد تحطوها موضع اهتمام واحنا بندرس الموضوع كله. عشان كده بقول وعي المجال او الموضوع اللي بندرس فيه موضوع مضارات. ما ينفعش حد يكتب من النص، مش هيفهم او هيفهم غلط، وهيبقى فهمه مش عميق. ما لم يدرس جيدا او يفهم جيدا المحاضرات اللي اتقالت قبل كده، في محاضره مستقله عن الفرس اللي هي كانت تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الارثوذكس والقرطبانيين، واللينك بتاعها طبعا احنا بعتناه للكل. والمحاضرة الأولى اللي فاتت كل حاجة مبنية على ما قبلها، فمش ممكن أبدا 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 حد يقفل في النص وهيفهم. هياش كلام روحي وعظ، لا، ده موضوع بيؤخذ دراسيا، حاجة مبنية على حاجة. فإحنا بنقول اتهموا القديس البابا كيرلس بالأبوليناري. ليه؟ عشان قال طبيعة واحدة، قال بالاتحاد. فطالما اتحاد يبقى ايه؟ يبقى في حاجه ناقصه، يبقى بيقول بنقصان النفس ينقص الروح والاقنوميه، اقنوميه النسوت، لان ربط الاقنوميه في الفكر في ذلك الوقت او في اوليناريس ربط الاقنوميه بالروح، لكن الاقنوميه مرتبطه بالنسوت كله، الانسان روح وجسد، فربطها بالروح وقال بلا قنوم وبلا روح مسالمة. فطالما قال طبيعة واحدة يبقى أبوليناري على طول، مهما أكد وألح وقال وعاد إن ناسوت المسيح كان أخذ جسدا حقيقيا كاملا بنفس عاقلة، بس ده الجنود ال 12 ذاكر فيها صراحات. لا، ما يقبلوش. وده الاتهام المتكرر لما هتلاحظوا بقى في التسلسل الى يومنا هذا، تتهم كنيستنا
سموا الأولوية أو القطافية بعد كده لما ما نصب القطافي هو نفس الكلام اللي كان يعني نفس الفكرة بتاعت أبوليناريوس لكن لما نقول المسيح هو الطبيعة واحدة من الطبيعتين يبقى إيه يقولوا موحد الطبيعة فاتهم القديس كيروس بالأبولينارية وخصوصا في فصوله الاثني عشر لأنه يقول بطبيعة واحدة للسيد المسيح وهنا في تقدر الملاحظة خلي بالك في وقتها اتهم القديس كيروس أبوليناري المديون بإيه؟ بطبيعة واحدة وفهمه وأدركه إن القديس كيروس يقول يقصد بالطبيعة طبيعة بس هم مفهوم الاتحاد عندهم مختلف عننا عشان كده بعد كده القديسين لما عايزين يوفقوا نفسهم على البابا كيروس أو يوفقوا البابا كيروس عليهم بمعنى أصح قالوا لا ما كانش يقصد بالطبيعة الواحدة الطبيعة كان بيقصد الأقنوم كان يقصد ايه؟ الأقنوم الواحد ده اللي بيدعي الفاطميين بعد كده لكن حتى في التسلسل التاريخي من كتاباتهم اتهموه انه بيقول بالطبيعة الواحدة إذا كان معروف انه يقصد بالطبيعة الطبيعة وليس الأقنوم فكانت الفصول ال 12 من أهم الأسباب التي جعلت الشرقيين يهاجمون القديس كيروس ليه نظرا لأن تحديداتها حاسمة لما قلناها المرة اللي فاتت وأتمنى تكونوا ذكرتوها بإمعان يعني قلب الموضوع من أوجه كتيرة ويزيل كل بند بالحرب بعد ما رجعوا عقد الأنطاقيون مجمعين أحدهما في طرسوس والآخر في أنطاقيا وأعادوا حرم القديس كيروس وبنوده. البنود ال 12 دي كانت عقدة بالنسبة لهم. وبدأوا يكتبوا ضدها وخصوصا سقطوريوس. كتب 12 فصل برضه مضادين للبنود ال 12 للقديس كيروس. وقلت لكم خلوا بالكم من اسم سقطوريوس ازاي لان هيكون له دور كبير طول ما احنا ماشيين وخلي بالكم من الاحداث دي في احداث ممكن تتقال لو سردنا سرد تاريخي سريع فاعدى كلمتين لكن احنا هنتناولها خطوه خطوه موثقه حتى لا يدعي احد ان دي يعني حاجات احنا بنقولها كده وخلاص كل كلمة هتتقال او كل حدث هيكون له مرجعية وعلى حتى كان يتهم كل من يؤمن بالايمان الارثوذكسي زي القديس كيروس انه زي عشان كده كان في اسقف هناك عندهم في الرهب اسمه راجولا انسان تقي فكتبوا عنه متهمين راجولا اسقف اديسا او الرهب التعامل مع كيروس كانه يعني ايه تهمه ده الوضع الكائن حاليا بعد مجمع أرثوذكس الكنيسة كلها في جانب وكرسي أنطاكيا ومن معهم في جانب آخر ولغاية الوقت هو كان كرسي روما مع الإسكندرية تماما جه بعد كده بفترة ليست طويلة لما اترسم ماكسيميانوس
اسقف على القسطنطينيه، فحب يعني ايه ما يبقاش فيه يعني انشقاق في الكنيسه، وبدا يسعى للم الشمل. فأوعز للإمبراطور وحسه يلم شمل الكنيسة، واتفق الإمبراطور إن ممكن يكلفه مين بالمهمة دهية. كان في أرقصف شيخ وقول هناك إنسان طاقي اسمه أكاريوس أسقف حلب، وفي شخصية تانية كان القديس سمعان العمري موجود وكان له مكان هو أكاديس أسقف حلب. فطلبوا منهما أنهما يحبوا أساقفة الشرق على السلام، وبعد الرسائل دي مع رسول من عند الامبراطور اسمه ارسطولاوس، والامبراطور نفسه حدد الاسس اللي يتم بها السلام. فبعد ليوحنا ومنعه يقول له ايه اللي هو اساس الاتفاق هيكون ازاي، يقول له: إذ أنت وقعت بالحب الحب بتجريد مسطور وبتجريد تعليم فلا تناقض في الموقف. كده مش هيبقى في تناقض بينك وبين الايه؟ مجمع أفسس وآباء مجمع أفسس. بل حال يبادر الأسقف بيرلس وكالستين أسقف روما وكل كهنة الأرثوذكسيين في كل مكان يبادرون إلى الاشتراك مع محبتك وتقواك. يعني كل اللي مطلوب منك إنك تخضع لقرار المجمع بتجريد مسطور وتحريم تعليم. وطبعا التبعات يعني قرارات بصفة عامة، لأن دي العنوان الرئيسي، لكن بيتتبعه باقي القرارات. ويحكي البابا كيرلس، وخلي بالكم احنا جايبين احداث التاريخ دي كمان معظمها من البابا كيرلس نفسه، في رساله ليه الى اكاديس اسقف ميليتن يقول ايه: فان الملك الطاقي جدا والمحب للمسيح له اهتمام عظيم جدا، والذي يقدم العناية اللازمة للكنائس المقدسة لم يعتبر الشقاق بينها أمرا يمكن احتماله. لذلك بعد أن دعا الملك أسقف الكنيسة المقدسة بالقسطنطينية ماكسيميانوس وكثيرين من الأساقفة الآخرين من الذين كانوا هناك وقتئذ، فإنه فكر في الكيفية التي يمكن بها أن يزول الشقاق بين الكنائس من وسطنا، وكيف يدعي إلى السلام الخدام المقدسون للأسرار الإلهية. ولكنهم قالوا إن هذا لن يحدث بأي طريقة أخرى، والذين يختص بهم النقاش لن يأتوا إلى وحدة الفكر نحو بعضهم البعض سوى برابطة وحدة الإيمان المشرك أمامهم، وكما لو كان منقذا لهم. لقد قالوا إن يوحنا أسقف أنطاكيا ينبغي أن يحرم تعليم مصر.
ثم على أي أساس؟ أنا بقول الكلام ده وبشدد عليه عشان هتفكر بعد كده بالدعاءات عن المصالحة حاجة تانية غير اللي تم خالص. قال أن ينبغي أن يحمل التعليم مذكور ويقر كتابة بعزمه. أما فيما يتصل بالأحزان الشخصية فإن مصحف الإسكندرية سينساها كلها لأجل المحبة، وسوف يعتبر المعاملة المهينة التي نالها في أفسس كأنها لا شيء، رغم أنها كانت خشنة جدا ويصعب احتمالها. أنتوا عارفين عملوا إيه في الكباتورة بالصبر؟ السكن يعني أسابيع وإهانات وتشنيع وتلفيق وافتراءات، حاجات يعني يصعب احتمالها فعلا. فبيقول لذلك حيث أن الملك الموقر جدا كان مسرورا جدا بهذه الكلمات، فإنه أرسل سيد التليفون، التليفون دي يعني حاجات ألقاب رومانية بتاعت القوات هناك، والسكرتير أرسطولاوس ليتم هذا الأمر لنفسه. ولكن حينما اطلع الأساطفة في الشرق على القرار الملكي وشرح لهم أن هذا القرار هو متفق مع رأي الأساطفة الذين كانوا موجودين في مدينة القسطنطينية العظيمة، وأنا لا أعلم ماذا قصدوا، لكنهم اجتمعوا مع المقدس جدا والمنتقي لله جدا أكافيوس أسقف حلب، واهتموا أن يكتبوا إلي أنه في طريقة الاتفاق، أي في سلام الكنائس المقدسة، فإنه من المناسب أن يتحقق ليس بطريقة أخرى سوى تلك التي بدت أفضل بالنسبة لهم. يعني لما ادوهم قال لهم على السلام، شوفوا بقى هم يعني الأفضل لهم إيه، هم عايزين إيه بتوع الشرق يعني. كان هذا مخبرا وسطيلا لأنهم رغبوا أن يبطلوا كل ما كتبته في الرسائل والمجلدات والوثائق، ويوافقون فقط على الإيمان المحدث في نطقه بواسطة آبائنا القديسين. يعني قالوا عشان يبقى في سلام القديس كورنوس يلغي كل اللي كتبه، ودستورنا هو قانون إيمان نقي فقط. قال يعني هم كده متمسكين بتعاليم إيمان نقي. فكتبت ردا على أننا جميعا نتبع عرض الإيمان المحدد من الآباء القديسين في مدينة نقيا، احنا بالفعل بنتبعه، ولا نحرر إطلاقا أي أمر من الأمور التي تحددت هناك، لأن كل شيء فيه صحيح ولا ينبغي أن يمس. وبعد التحديد لم يكن أمرا مأموما أن يتطفل أحد بعد ذلك. أما من جهة الأشياء التي كتبناها، قديس كورنوس بيقول، أما من جهة الأشياء التي كتبناها بصواب ضد تجاديف نسطوريوس، فليست هناك أي مجادلة يمكن أن تقنعنا أن نقول أنها لم تعمل بصواب، بل بالحري كان من الضروري أنهم بحسب ما بدأ أفضل للملك التقي جدا والمحب للمسيح وللمجمع المقدس المجتمع في مدينة أفسس أن يحرموا التجاديف غير المقدسة. لذلك الذي حارب مرض المخلص ويقرر بعزله ويوافق على صيانة المقدس جدا والمتقي لله جدا الأسقف ماكسيميانوس،
هنضيفه شوط يعني طب لما هيلغي ده كله، طب يبقى كان المسطور صح، دي كتبت ضد المسطور صح، يبقى ضد المسطور صح واتحكم عليها حكم باطل ظلم. فشوفوا بقى الشروط اللي هيشدد عليها بعد كده قديس كرولوس كممثل لمجمع افسس ايه. فبعد ان حرق صفقه الشرط اتاك يسقسط حلب يكتب يرسل القديس كرولوس بواسطه ارسطولاوس السكرتير ان يحرم كل ما كتب ضد المسطور. يعني اما اتاك يسقسط حلب راح لهم عشان يعملوا سلام، قالوا له قول للقديس كرولوس، او ما كانوش يقولوا بقى القديس لكن احنا لازم نقول ان يحرم كل ما كتب، مش يلغي او يسكت، يحرم. ان يحرم كل ما كتب ضد مسطور ويكتفي بقانون ايمان مجمع نقيا حتى تتم المصالحه ويعود السلام، لانهم هم الكنيسه مش معزولين وعايزين الكنيسه كلها بالكراسي كلها، لان القديس كرولوس لا يمثل نفسه، كان يمثل المجمع افسس بالكامل. نلغي مجمع افسس، نلغي كتاباتنا، ويعني احنا الغلطانين والمسطور صح وانتوا صح. يقولوا يكتفي بقانون ايمان مجمع نقيا حتى تتم المصالحه ويعود السلام. طبعا لما اجاب الصراحه وقال القديس كرولوس كده، خلي بالك القديس كرولوس رجع مريض من افسس، والحاجات دي اثرت في صحته جدا جدا، ورغم انه مستعد يتنازل عن كل ما حدث له لكن لا يتنازل عن الايمان ابدا. لدرجة أنه بعلق يعني على كده، بيقول مما أثر في صحة البابا كيرلس وأحزانه كثيرا جدا، فمرض مرضا شديدا نتيجة المعاملة القاسية التي عمل بها في أفسس وإهانته وإجهاده بأسلوب المراوغة والالتواء والافتراءات وإشاعة الأكاذيب. فعمل البابا كيرلس لما جات له الرسالة دي بقى من أتاكس أسقف حلب اللي بيبلغها له يعني عن الأسقف الشرقيين كلفوه يبلغوا بيها البابا كيرلس، لأنه كان مريض جدا وتعبان، فكلف رئيس الشمامسة بتاعه اسمه أبيفانوس بكتابة رسالة إلى ماكسيميانوس أسقف القسطنطينية. مما جاء في هذه الرسالة، طبعا مش هقول الرسالة كلها، الرسالة دي موجودة في كتاب ذا فازر أوف ذا تشيرش الليترز بتاع القديس كرولوس، وغالبا من الحاجات اللي ما اترجمتش دلوقتي، مش عارف ترجمها ولا لسه، لكن وقت ما عملت ما كانتش اترجمت. فهنا هنورد اهم او يعني بعض النقاط اللي جت فيها، وبرضه خلي بالكم انها لو فيها حاجات لينا نقولها بعد كده. الكلام اللي بعد كده خصوصا بيقول ايه؟ الاشياء التي ارسلت لسيدي المقدس، أرسلت يعني من جهة الشرقيين أرسلوها يعني لسيدي المقدس جدا كيرلس أخو قداستكم، قد جعلته بالأكثر ينتكس مرة أخرى بالمرض. خلي بالكم لما قلت ضميرته كده مش عن يعني موجود حتى دي مستند عليها برضه في ايه؟ في الوسائط. فقد طلب أساقطة الشرق أن الوثائق هذه التي عرضها أخوك المقدس جدا كيرلس هو نفسه يجب أن يطرحها فائقا بحرمها، ومعنى ذلك أنه يجب أن يضع نفسه خارج الكنيسة الجامعة، يعني كانه بيحرم نفسه.
وفي هذا الموضوع السيد المقدس جدا البابا كيرلس ناضل ثانية واحتفظ بالقول الذي قاله للمجمع وقرره، حيث انه بقوة المجمع، خلي بالكم اللي جاي ده قرارات مجمع، تقرر ان هذه الوثائق بحسب الايمان السليم الحقيقي، ان كل الوثائق اللي كتبها القديس كيرلس زي ما قلت لكم اقرها مجمع افسس، فدي لها مش قوة شخص، قوة المجمع. كما انه بقوة المجمع اخضع يوحنا مع الباقين للقطع من الشركة، ما هوش خصام من اثنين. انتوا عاملين الحكاية ان اثنين متخاصمين، لا، ده المجمع هو اللي حكم على يوحنا. كان القديس كيرلس كان بصفته رئيس المجمع، لكن لا يمثل نفسه فقط. وبيقول وكيف انه، اي القديس كيرلس يعني، قال هل اصنع سلام معه والقي بحكم صادر على المجمع؟ طب هو لو حب يعمل كده البابا كيرلس ان هيقبل اللي بيقولوه دوت؟ طب وحكم المجمع ما هيش حاجه شخصيه، لا يملك ان يلغي قرار مجمع. وسيدي كيرلس المقدس جدا في كل شيء، من اجل الضروره امر انه حيث ان حرما قد فرض بان يوحنا يجب ان يقول ان هذه الاشياء اللي هي الوثائق اللي كتبها ليست امام مردوك، ولكن قد طيلت بغيره وحراره نحو ربنا يسوع المسيح الذي انكر بواسطه نستوريوس. يبقى حط شرط جديد للمصالحه ان يوحنا الانطاكي ومن معه يجب ان يقروا ويقولوا ان كل كتابات القديس كيرلس ليست بمعنى عقوقي، ولكن طيلت بحرارة وغيرة. وأكثر من ذلك أن كل أساقفة الشرق يحرم مسطور وتعليمه، وبهذا يمكن أن يقبلوا من أجل غرض السلام. يبقى المصالحة لن تتم إلا يحرم مسطور وتعليمه ويقروا بصحة كتابات او وثائق القديس كيرلس، عشان هتلاقوا العجب انا ليه اخترت المصالحه ديت يعني في الموضوع، لان كلام كتير اتقال عليها، وللاسف بعض الناس اللي بتحاول تدرس الموضوع ده يقروا مراجع اخرى لتناول يتكلموا عنها بالمفهوم والمعنى اللي بيردده خالد دميون. اخر حاجه بيقول له ايه؟ اما بيقول له كل اساقفه الشرق يحرموا مسطور وتعليم هذا يمكن ان يقبلوا من اجل غرض السلام. وقال له واسال القديس وطاقي أنه يجب أن يناضل من أجلنا ومن أجل سيدي اللي هو القديس كيرلس. وطخ كان في القسطنطينية عنده غيرة وحماس في الدفاع عن الإيمان، الإيمان الأرثوذكسي، وموالي جدا للبابا كيرلس عمود الدين. رئيس الشمس يقول له أسأل القديس وطاخي أنه يجب أن يناضل من أجلنا من أجل سيدي اللي هو القديس كيرلس. ما تستعجلوش، ما تستغربوش، كل حاجة هتبان في وقتها. عشان كده بقول لكم الدراسة بتاعتنا دي ما ينفعش تختزل، تتاخد حتة من النص كده
لازم ناخد اللي قبلها واللي بعدها قصص كاملة عشان تتضح الصورة بوضوح وقوة. وبعدين القديس كورنثوس بعد رسالة تانية لأكاديس أسقف حلب اللي هو بعت له الشافعيين بعتوا له الرسالة عن طريق بعد الماكسيميانوس وبعد ايه الاكاديميس اسقف حلب بيقول له ايه؟ بيقول له كيرلس يودي تحياته في الرب الى سيد الاخ المحبوب جدا والشريك في الخدمه الاكاديميس. قداستكم قد اخذ على عاتقه حتى الان اهتماما مناسبا لانه طارقه التصرف حسب المشيئه الصالحه التي لله مقدسنا جميعا ان تتحد الكنائس. ولكن كما يبدو فان البعض يخافون من احتمال ان يظهروا انهم يتعارضون بوضوح مع قصدكم الكامل. يقصد الشرقيين مش عايزين يبانوا ان هم رابطين السلام يعني مش عايزين. ولكنهم إما يفعلون هذا بخفاء أو أن يجتهدوا في إخفاء وأن يفعلوا مثل هذه الأشياء ويطلبوا ما لا يمكن أن يكون فأي شيء آخر يكون هذا بالنسبة لهم سوى أن يصرخوا ضد الواقع كما لو أن السلام هو شيء لا يرغبونه. الحاجات اللي بتكون هدية يعني تعلن بوضوح انهم لا يرغبون في السلام. وانا اقول هذه الاشياء بعد قراءه الخطاب المرسل من كمالكم مره اخرى. والذي عليه منه ان كل وثيقه وكل رساله اكملت قبل وقت المجمع ينبغي ان ترفض بواسطتنا او تقبل على انها متفقه مع قانون الايمان المستقيم الذي حدد في وقت المناسب بواسطة الآباء القديسين في مجمع نيقيا العظيم. وحيث أن ذلك القانون هو كافي لكل معرفة الصلاح وحيث أنه لا يوجد شيء ناقص فيه فإني بالتأكيد سأردده. احنا طبعا مش ضد قانون نيقيا لأنه ده اللي بنقوله وأوافق عليه حتى ان يظهر لبعض الاخرين اني اقصد هذا واقول هذا. ومع ذلك فاني متعجب جدا من هذا لاننا كتبنا ما قد كتب ضد نسطوريوس الذي ينطق بتلك الكلمات المهدويه والبغيضه جدا ضد المسيح مخلصنا جميعا. ويفعل هذا امام اعين الكنيسه. فكتبنا المعارضين لهم ومقدمين الحق ضد اتباعاتهم الباطله الدنيسه. وبنعمه الله بعد ان قرروا الوثائق فان الكثيرين قد انتفعوا وقرروا بذهنهم المستقيم ما قد قيل بواسطتنا ضده. ولكنني لا اعرف لماذا هؤلاء الذين كان يجب الآن أن يحرموا تعليمه الدنسة ويبتعدوا أنفسهم عن كفره ويحولوا غيرتهم إلى كل ما هو قضاة له. فلماذا يسعون أن يفعلوا ما كتب ضده؟ وأي سبب يدفعهم لهذا؟ فلتدرك قضاء سبب أي تعارض يكون في هذا الأمر. إن كان يجب أن ننكر ما قد كتبناه دفاعا عن الإيمان الصحيح والذي هو خاص بنا وبالأحرى ألا نتهم بهذا إيماننا نفسه؟ لذلك فإن كان ما كتب ضد نسطوريوس غير صحيح أي ما كتب ضد تعليمه الكفرية هو غير صحيح إذن فهو قد عزل من منصبه بلا سبب
وأكثر من ذلك أيضا، فإن ما يعتقد به ربما يكون صحيحا. لو حرم من كتابات نيك هو عذر بلا سبب وتعليمه صحيح. لذلك فإنك مالك المملوك بكل حكمة ترى أنهم يخلقون أمرا غير ممكن، وأنهم بعيدون جدا عن الرغبة في تخفيف عدم الاتفاق بيننا، حتى أنهم يعودون بالأمر إلى بدايات نزاع، والذي لا يمكن أن يعرض بالتفصيل أنهم بالحري لماذا بمجيئهم إلى مدينة أفسس العاصمة لم يتفقوا مع المجمع على قرار واحد ضد ذلك الذي علم مثل تلك الأخطاء الكفرية. وإن كانوا قد تأخروا فقط وقتا قصيرا، فما الذي منعهم من الموافقة على ما تم بطريقة شرعية بعد فحص سجلات أعمال المجمع والموافقة كما تبدع القرار الصحيح للكل الذي ينبغي أن لا يكون موضع لوم؟ ولكن على العكس، فإنهم لم يفكروا في الله ولا في الغير الذي من أجلها اجتمعوا، لأن المناقشة لم تكن عن أمر عادي بل عن الإيمان الذي به خلص الله الآب العالم في المسيح. وقد أظهروا لنا كل قسوة وبغض غير أخوية، وأهانونا بشراسة. شوفوا التعبير بتاع القديس كرمس يدل على يعني ما قساه. لذلك رغم أن أمور كثيرة قد حدثت منه وهي صعبة جدا، وكل حجة مضادة للإنسانية قد استعملوها، إلا أننا اعتبرنا أن احتمال هذا الأمر هو مرضٍ لله والإمبراطور التقي جدا والمحب للمسيح. وإلى جانب ذلك فإن هذا نفع للكنيسة أيضا، وليس شيء مما كتبناه ضد تعليم السوريس يتعارض بالمرة لا مع الكتب المقدسة الموحى بها من الله، ولا مع قانون الإيمان الذي وضع بواسطة الآباء القديسين، وأنا أعني الذين اجتمعوا في نبيا في زمانهم. لذلك قصدنا متجه إلى السلام وإلى اتباع ما قد تقرر بواسطة الإمبراطور التقي جدا والمحب لله جدا. ونحن نرغب أن يختاروا بوضوح أن يوافقوا على عزل نسطوريوس من منصبه، وأن يحرموا تعاليمه الدنسة، وأن يكونوا في شركة معنا ويأتوا إلى اتفاق معنا، والمسيح يساعدنا لنصل إلى هذه الغاية. المسيح هو سلامنا بحسب الكتب. برضو شوفوا بيحدد الشروط الصلح يبنى على ايه؟ هي دي المصالحة. ولكن ليس احد من الذين يقولون اننا قد كتبنا ضد تعليم نسطوريوس الدانسة سيوافق على ان نلقي هذه التعليم خارجا. انهم بغاية الوضوح يريدوننا ان نسكت على تجاديفه، حيث انهم يسعون للحصول على سكوت كل واحد، او ربما يفكرون انهم سيقنعوننا بامكانيه الاتفاق معه ان انكرنا كل ما كتبناه والذي هو مستقيم وبلا عيب، وهو ضد ابتداعاته الدانسه. وعلى اي حال، فان كان بعض الذين هم هناك بحسب ما يبدو لهم انهم يستخفون بالاخرين محولين افكارهم الى ما هو غير لائق، فدعهم يعرفون أنهم حينما يفعلون هذا فإنهم يدانون من كل الأساقفة المتقين لله جدا في المسكونة كلها. يعني الحكاية بقى مش حكاية حاجة شخصية، ده هيبقوا مدانين من الأساقفة كلهم، لأن أولئك الأساقفة جميعهم وافقوا ويوافقون على أن ما قيل بواسطتنا هو مستقيم.
أنفسهم شارحون مضبطون للتعليم الإلهية. يعني لما قالوا سليم ما قالوش كده وبس، ده ناس فاهمة ودارسة ومتخصصين في شرح الأمور دهية. إن كل من في أنفسه صمم ولم يوافق أن يكون في شركة مع أولئك الذين من الشر، اللي هو يوحنا الأنطاكي والمعظم، لأنهم اقترحوا أن هذه الشركة لن تحدث إلا بعد أن يوافقوا معنا على حرم نستوريوس وحرم تعليمه. فكيف إن لم يكن قد تم هذا يمكن أن تقوم الأمور المتصلة بالشركة؟ يعني إذا شروط الشركة يرجعوا واضحة، واللي محددها المجمع، أما عرضها كأنها مصالحة بين اثنين يعني الكلام مش مظبوط، زي اثنين متخاصمين يلا نصالحهم، لا ده مجمع. طبعا انا عشان الوقت طبعا ما بجيبش كل حاجه، صحيح بحاول اجيب نصوص وبراهين ابديه، لكن في تاني بنفس المعنى، ولكن هذه كتبت لكي تؤمنوا، لكن فيها اشياء كثيره اخرى. يعني في الرساله 44 برضه اتكلم عن الموضوع ده. خلاصه اللي احنا قلناه دلوقتي عشان ما نتوهش، لسه ما خلصناش، بس هي الايه؟ المهد. الخلاصه بقى نقول برغم ان القديس كورنثوس تنازل عن حقه الشخصي فيما لحق به من قسوه واهانه بالغه وافتراءات كاذبه، إلا أنه تمسك بشدة بالشروط التي حددها المجمع المسكون لقبول الشرطيين في الشركة، كما تمسك بكل كتاباته التي كتبها ضد مسطور، ولا سيما البنود الاثني عشر. ويمكن تلخيص هذه الشروط كالآتي، لو حبينا نطلع منه بقى الشروط اللي على اساسها لازم تتم المصالحه في 1 2 3، ممكن نحطها كالاتي: 1 قبول كتابات القديس كورنثوس كلها على انها غير مرقوقيه، حرم 2 حرم مسطور وعزم من منصبه، 3 حرم تعاليمه الدنسة. وعشان يحرموا التعليم الدنسة لابد أن يقروا بأن السيدة العذراء هي والدة الإله. دي ممكن ما تلوهاش مكتوبة يعني هنا، بس هتلوها يعني في حاجة تانية كالتالية. آخر حاجة الموافقة على صيام ماكسيميانوس اسقفا على القسطنطينية بدل مسطور، دي عشان المصالحة، دي الشروط اللي على أساسها تبقى في مصالحة، مش عايزين أكتر من إنهم يجروا أو يوقعوا ويوافقوا كتابة على قرارات مجمع أفسس ونتائجه اللي هي رسالة أسقف بدل مسطور ماكسيميانوس. هندخل بقى في نقطة مهمة اللي هتحدث فيها المصالحة، المرحلة اللي المصالحة هتتم بالفعل، ونشوف الخطوات ماشية ازاي وايه اللي تم فيها. فبعدما كتب القديس
كورنثوس رسالته الى أتاكنوس موضحا بكل حس انه لا يمكن ان يتم الصلح الا بقبول كتاباتي على انها غير مرتبيه بل كتبت بغيره ارثوذكسيه بحسب الايمان المستقيم، وكذلك يجب تنفيذ الشروط التي حددها مجمع افسس السابق ذكرها. الكلام ده قاله ارسطولاوس السكرتير الموفد من قبل الامبراطور، وبالتالي كان ارسطولاوس السكرتير الموفد من الامبراطور من جهه ايضا اوصى اكاكوس والذين معه ان يقنع يوحنا بتنفيذ هذه الشروط. وسلموا بعض الرسائل ان هم طالبين الصلح.
القديس كورنوس يقول ايه بقى عن المحبه دي؟ خلي بالكم عجيب عشان ما تقولوش حد يقول ان انا اللي ايه بستنتج او بقول حاجات استنتاجات خاصه. شوفوا القديس كورنوس نفسه هو اللي بيقول ايه. يقول حمل الرسائل الي بخصوص الشركه ولكنها لم تكن مكتوبه بطريقه جيده لانهم تظاهروا بان يوجهوا لوما كما لو كانت هناك بعض اشياء لم تقل ولم تحدث بطريقه سليمه في المجمع المقدس. برضو اتهامات في مجمع انسس انني لم اقبل مثل هذه فضلي ما قرروا. ولكني قلت كيف يمكنهم ان يضيفوا اساءات اخرى بينما هم في احتياج للغفران عن اساءاتهم السابقه. هم طالبين صلح ولا بيزودوا كل شويه بدل ما يلطفوا ويحسنوا يروحوا مزودين المشكله اكبر. طبعا بولس حمص بسيط فيقول وحينما عرض القصه المنطقي جدا بولس حمص حجته اكد بشده مقسما انه ليس عنده مثل هذا القصد. قال انه ما قصدش ابدا ان يعني ايه ضايقك او يعني اسيء اليك بل بالحركة أحضر الرسالة بروح البساطة. القديس كورنوس بيوصفه كده لأن عارف. يقول فقابلت هذا لأجل المحبة ولكني لم أوافق على الاتحاد معهما لم يعطيني وثيقة يحمل فيها تعليم نستوريوس ويوافق على أنه قد عزل. عادة لما الأب أصل جاي ضيف وكده ممكن يعزموا عليه يصلي قداس يصلوا مع بعض وكده. ورغم ان القديس كورنوس عارف انه راجل طيب وبسيط هو نفسه شهد عنه يقول احضر الرساله بروح ببساطه فقبلت هذا لاجل المحبه ولكني لم اوافق على الاتحاد معهما لم يعطيني وثيقه يحمل فيها تعليم نستوريوس يعرف انه قد عزل. الإيمان ما فيهوش بقى يعني هي مجاملات. ويوافق على شرطنة الأسقف الطاقي جدا ماكسيميانوس. طبعا بولس الأسقف حمص قال له قوي وعمل كده. كل الشروط اللي حددها المجمع وقع عليها. وبعد ما وقع بقى بطيبة قلب يقول له إيه؟ طلب منه قال له باستلام مثل هذه الوصايا نيابه عن كل اساطير الشرق المتقين لله جدا فاننا ينبغي ان نمر شيئا منهم اكثر من ذلك. خلاص بقى يعني كده ايه؟ نفذنا بتاع قال له انا لم اعارض البوليس اللي بيقول له انا لم اعارض في هذا بالمره. يعني احنا مش عايزين منهم اكثر من هم ايه؟ ينفذوا يعني قال له خلاص هو بولس اسقف حمص وافق على الشروط ووقع قال له خلاص ايه هي دي خلاص الاتحاد قال له خلاص احنا مش عايزين اكتر ايه يعني قال ما نطلبش حاجه تاني بعد كده وافق القديس كورنوس قال له خلاص نتفق كده ان هم ايه يعملوا زي ما انت ما عملت يوقعوا على الحاجات دي. فقدم بقى وثيقه بولس اسقف حمص اعترف فيها ان العذراء ان عذراء القديسه هي والده الاله انه يحمل تعليم نستوريوس. خلي بالكوا دي وثيقه المصافحه اللي بس دي اتعملت مع بولس على حده. اعترافه بقانونية انتخاب ماكسيميانوس وقعه على كده
الاسكندريه مرتين متتاليتين في 25 كانون الاول 432 اللي هو يوافق ايه؟ ديسمبر 25 ديسمبر. وفي اول كانون الثاني 433 اول يناير 433. وما اكتفاش بولس الرسول حمص كده وبس، وقالت الكنيسه بصوت عام: نحن نعترف ان الاعضاء القديسه هي والده الاله، ونحن نحرم كل من لا يعترف بهذا، وان الابن هو المسيح والرب وهو واحد وليس اثنين. تلاقوا الناس الطيبين عقيدتهم سليمه، ما عندوش تلف ولا دورات ولا مروضه ولا. فالراجل دغري كتب واعلن وقال، لان هو نور اشرق للصديقين وفرح المستقيم القلوب. لما ربنا بيشوف حد قلبه مستقيم ما يسيبوش للضلال، حتى لو موجود قصد انحرف في حاجه تلاقي ربنا نور له طريقه ويظهر له يعني نفسه اكثر ويصحح له اخطاءه. ورغم ان بولس، شوفوا بقى الجميل في الجبر، رغم ان بولس يوسف حمص كان موكلا ومفوضا من الشرقيين يتحدث ويتفاوض عنهم مع القديس كيرلس، الا ان القديس كيرلس قد قبل توقيعه على الشروط التي وضعها للمصالحه كتوقيع شخصي خاص به وحده، وبالتالي قبله وحده. ويقول ايه القديس كيرلس بقى عن الحته ده؟ يقول في رسالته رقم 37: ولكن حيث انه لم ياتي بوثيقه تتضمن ان يوحنا يحرم تعاليم نستوريوس ويعترف انهم يعتبرونه معزولا، لان الرسائل المرسله من يوحنا لم تكن تحوي شيئا من البيانات الضروريه، لذلك قلت انني لا استطيع ان امنحه الشركه قبل ان يفعل هذه الاشياء. ده كله بيورينا المصالحه والشركه ترجع بناء على ايه؟ الشروط اللي عمالين ياكد عليها كل شويه، وعمال اقرا الحاجات والوثائق دي كلها تاكيدات عليها. خلاص متفقين. بولس يوسف حمص بقى مبسوط خالص، قال له كده تمام. هو دخل الشركه، وطبعا هو راجل طيب وحاطط في قلبه يعني انه محب للسلام، ومتوقع قال لهم خلاص انا عملت كده، هم بس مجرد هيوقعوا على قرارات المجمع كل حاجه هتبقى كويسه ومفيش مشكله. وقالوا الموضوع بتاع اعاده الشركه والمصالحه بالتحديدات ده، الشروط اللي ايه؟ اللي حددها المجمع وتمسك بيها البابا كيرلس واللي قلناها كذا مره من شويه. قال له طيب بقى في شويه مواضيع كده جانبيه كنت عايزين نتكلم فيها. امور ايه؟ اخرى غير حكايه المصالحه. خير. قال له ايه رايك في رساله القديس اثناسيوس لابطيطوس اسقف كورنثوس؟ وبيسال هم مكانين يعني، بيسالوا ايه رايك ايه؟ مظبوطة 100% نؤمن بكل ما فيها طبعا،
بس بشرط ما يكونش اتلعب فيها. ليه؟ لان في الرساله دي القديس كورنثوس كان كتبها ضد افكار شبيهه او زي نفس افكار نسطور. خلي بالك نسطور مش هو اللي ابتدع الافكار دي. عشان كده احنا قلنا ندرس فكر مدرسه ارطاقيا كان له اساتذه قبل مشهورين بيدور وسيمودور المبصوري وبيدور الترسوسي. دول كان ليهم افكار زي كده زي نسطور، بس هو نسطور لانه بقى رأسه في القسطنطينيه وبيتكلم كتير وكده، فبدات تظهر الانحرافات بتاعت القوه. لكن كان في افكار هي نفسها او شبيهه بيها موجوده، والقديس اثناسيوس تعرض ليها ففي ردود عليها ارسلته لابكتيتوس اسقف كورنثوس. فكان المؤمنين يردوا على الافكار اللي هي المنحرفه دهيت ده بالرساله دهيت ده. فجم بقى اعداء الحق ومنحرفي الايمان. ما هو خلي بالكوا الايمان او العقيده والحياه الروحيه حاجه واحده، لان حجج البابا اثناسيوس كانت قويه والكنيسه كلها في العالم كله تبجل يعلق البابا كيرلس
ولا يمكن ان نقصكم تبالونا ان ابانا اثناسيوس المغبوط الذكر الذي كان لفتره اسقفا للاسكندريه بسبب بعض الاشخاص الذين كانوا مضطربين في ذلك الوقت كتب رساله الى بطيطس اسقف كرونسوس مملوءه بالتعليم الارثوذكسي وحيث انه كان فيها ضحد لتعاليم نستوريوس ولان اولئك الذين طرقوا على الدفاع عن الايمان المستقيم اخذوا منها بعد قراءتها براهين وادخلوا بها اولئك الذين ارادوا ان يفكروا مثلهم مثل نستوريوس يعني فهؤلاء اللي هم اصحاب نستوريوس ارتكبوا امرا رديئا يتناسب مع عدم تقواهم الارثوذكسي لانهم بعد ان افسدوا الرساله حسب بعض الاجزاء واضافه اجزاء اخرى فقد نشروها حتى يبقى ابونا المجيد كانه يتفق مع فكر نستوريوس والذين معه ولذلك فألا يظهر البعض عندكم النسخة المفسدة كان من الضروري أنهم النسخة مماثلة تماما للنسخة التي عندنا ونرسلها إلى وقارب ولأن الوقور جدا والتقي جدا بولس أسقف حمص بعد مجيء الإسكندرية أثار مناقشة حول هذه الأمور ووجدنا أن نسخة الرسالة التي أحضرها أفسدت وزيفت بواسطة الهرادقة حتى أنه طلب أن ترسل نسخة من تلك الرسائل التي عندنا إلى الذين في أنطاكيا ونحن قد أرسلنا هذه النسخة. يبقى دي أول موضوع تزوير. تؤمن دائما مش عارف يبدو كانوا فاكرين مثلا إن ولاد البابا أثناسيوس هينتجوا في حاجة مزورة، لا ده حافظين أقوال البابا أثناسيوس. قال له طيب في موضوع تاني بقى عشان يبقى السلام يكمل بالمرة يعم الكل. عشان السلام يعم الإيه؟ الكل يكمل السلام. في أربعة من الكليروس كان حرامهم ماكسيميانوس ومجمع القسطنطينية المكان يعني. فعايزينك يعني ايه؟ تفك حريمهم بقى كده يعني. شوفوا رد القديس كارلوس. طبعا انتوا عارفين في قوانين الكنيسة ما ينفعش حد يتحرم وحد تاني يفك يحرم. الرابط هو اللي ايه؟ يفك. ولا سيما لو في أبروشية غير الأبروشية. يعني الأسقف ممكن يعمل لو في نطاق ايه؟ أبروشية. لكن في أبروشية تاني ما ينفعش. ودي كانت مشكلة كبيرة حصلت زمان بين البابا توفيلس وقديس يوحنا ذهبي الفم بسبب كده. لكن نباء الإسكندرية طول عمرهم ملتزمين بالقوانين الكنسية. بس عايز أقول لكم أثار مواضيع مالهاش يعني سنويا المصالحة اتحسب عمرها خلاص. اللي هي الشروط اللي احنا ايه؟ قلناها. مواضيع أخرى جانبية في السكة منهم إيه بقى؟ فالبابا كيرلس بيقول ان الاسقف التقي جدا لله بولس بدا يحسني كثيرا اولا من جهه اولئك الذين عذروا اي بلاديوس واكسيريوس وهمري هيميريوس ودروسيوس جايبينهم بالاسماء وطلب الغاء القرارات التي اتخذت ضدهم مشيرا انه بغير هذا لا يمكن ان يبلغ سلام الكنائس الى كماله
الانسان المحرومه كده. عايزين السلام بقى ايه يكمل بقى بالمره، وكل اللي واخدين حكم وكده افراج جماعي يعني. ولكني قلت انه وضع يده على عمل يستحيل تحقيقه، وهذا لن يصدر منا ابدا، او لن يصدر ابدا منا. انت بتقول ايه؟ مستحيل هذا امر لن يصدر ابدا منا، وخصوصا كان القديس كورولوس تسلم رساله من سيميانسوس القسطنطينية، اداله خبر فيها اعلنوا فيها بعزل هؤلاء الاشخاص بواسطته وبعض اساقفة ابرشيته معه، وذكرهم بالاسم وطلب من القديس كورولوس عدم الاعفاء عنهم لئلا يخشى السلام، لان انتبه ان ممكن يلفوا ويروحوا يعني حتى تاني. ويكمل القديس كورولوس يقول: ونحن لم نوافق على قبول اولئك الذين عزلهم الاسقف الموقر جدا ماكسيميانوس، ولا اقمنا شركه معهم، ولم نحلهم من الحكم الموضوع عليهم. يبقى دي تاني موضوع اثار، وكان رد القديس كورولوس ازاي. الموضوع التالت ده بقى هتمزمزه فيه شويه، يعني لازم تاخدوا بالكم. قال له: طيب في حاجه بس تاني كلفوني اتكلم معاك فيها. خير؟ قال له: في ناس هناك بيتهموك انك امريكاني، وبيدعوا عليك انك بتقول ان السيد المسيح ان الكلمه احضر جسده من السماء، وبالتالي في ناس بسطاء ممكن يصدموا بسبب صرصره مثل هذا الكلام. ففي عرض ايمان صاغوس وبريتوس للرد على الايه؟ عشان الناس ما تعصرش كده. فالقديس كورولوس يقول ايه بقى هنا؟ يقول ان بولس اسقف حمص حينما جاء الى الاسكندريه قال له ان البعض تكلموا بالكذب عليه وادعوا انه يقول ان الطبيعه اللاهوتيه كانت قابله للالام، وذلك لان الكلمه احضر جسده من السماء، وبالتالي اصبح من الضروري ان تظهر اخطاء هؤلاء الكذابين المدعين حتى لا يصطدم البسطاء بمثل هذه الثرثره. وبناء على ذلك قدم بولس اسقف حمص عرض للايمان صاغه سيودوريتوس اسقف كورش بتكليف من يوحنا الانطاق، فيه رد على هذه التهم. عدو الحق وعدو الرسول هو اللي هيدافع عنه يعني هيرد. جاء فيه، خلي بالك هتلاقوا في حاجات حلوه برضه مش كله وحش يعني. جاء فيه ان العذراء هي والده الاله العتاق العين، وان شخص ربنا يسوع المسيح واحد، كما استخدمت لفظه الاتحاد بدلا من اتصال او اقتران او مصاحبه وما اليها من التعبيرات، الا انه شمل بعض التعبيرات المطاطه التي يمكن ان تفسر في اتجاهين. قال شويه كلام حلو وبعد كده في تعبيرات كده ممكن تمشي كده وكده فيها مطر. بولس اسقف حمص وقف فسرها وفق التفسير الايه؟ الارثوذكسي المظبوط، وقبل القديس كورولوس الشرح
الشرح الأرثوذكسي الذي قدمه بولس أسقف حمص لعرض إيمان الشرقيين، ولكنه وصف الصياغة والتعبير الذي كتب به بالغموض. ففي رسالة القديس كيرلس رقم 44 يقول: الأصابع الذين من الشرق اعترفوا بهذه التعليم رغم أنهم غامضون نوعا ما من جهة التعبير ومن سن، فإن قبول القديس كيرلس بعرض الإيمان الذي قدمه الشرقيين للرد. خلي بالكوا عرض ده للايه؟ للرد على الاتهام بالاريوسيه والابليرانيه، كان بتحفظ وكان قبوله مبني على اساس الشرح الارثوذكسي الذي نطق به بولس اسقف حمص، حيث انه طبقا لشروط المصالحه لابد من حرب الاسطول وحرب التعليم وقبول كتابات القديس كيرلس على انها مستقيمه غير ارثوذكسيه. فعلى ضوء هذه الكتابات ولا سيما البنود الاثنيه عشر يتحدد التفسير الارثوذكسي لعرض ايمان الشرقيين. يعني لو وقعوا على البنود ال 12 بكل كتاباته خلاص التفسير هيمشي في الاتجاه الايه؟ المظبوط. ورغم ذلك يعني القديس كارول سكت، اما بولس لما وصل حمص شرحه وشرح الارثوذكسي. لكن شوفوا عمل ايه بقى. ورغم ذلك اعتمد القديس كيرلس على عرض الايمان الذي قدمه الشرقيون بالرد على الاتهامات الموجهه اليه، بل صاغ بنفسه ردا. انتوا هو عايز يدافع عني؟ على اللي بيتهموني؟ لا، انا اللي هكتب بقى في ايه؟ الدفاع. فكتب رساله جاوب بيها على اللي بيتهموه وزين فيها، يقول كتب الشرقيون يقولوا كذا كذا كذا، اما اللي بيتهموني فانا اقول بقى ايه؟ يعني دول كلامهم كده، لكن كلامي انا في الرد اهو. يقول ايه؟ ولكن حينما علمت ان بعض من اولئك الذين اعتادوا ان يتصيدوا الاخطاء بشغف وكانوا يتقيرون كلمات حقيرة ضدي، كما لو كنت أقول أن جسد المسيح المقدس قد نزل من السماء وليس من العذراء القديسة، رأيت من الضروري أن أتكلم إليهم قليلا حول هذا الموضوع. أيها الأغبياء الذين تعرفون فقط أن تتهموا زورا، كيف تجاوزتم الصواب بالرأي؟ هو بقى اللي بيرد على الايه؟ وكيف فكرتم بمثل هذه الحماقة؟ لأنه من الضروري ومن الضروري بوضوح أن تدركوا أن كل الجهاد تقريبا الذي خضناه من أجل الإيمان قد حرمنا فيه بسبب أننا أكدنا أن العذراء القديسة هي والدة الإله. ده كل جهاد ممكن نتولد من العذراء، العذراء هي والدة الإله. أجاب جسد من السماء إزاي؟ فإذا كنا نقول أن جسد المسيح المقدس مقدسنا جميعا ولد من السماء وليس من العذراء، فكيف لا نزال نعتبر أنها والدة الإله؟ لأنه من تقول من يكون هذا الذي ولدته إن لم يكن حقيقيا أنها ولدت عن منويل حسب الجسد؟ شرح طبعا ضد الاتهامات، وقد الحق القديس كيرلس بهذه الرساله عرض ايمان الشرقيين الذي اقترحوه للرد على من يتهمون بالابليرانيه، اذ يقول في نفس الرساله: وهذه الوثيقه اللي هي عرض الايمان هي كما يلي بنفس كلمتها، وهي ملحقه برسالتنا هذه. يعني الشرقيين قالوا كده، لكن انا بقى بيرد ايه؟ يعني ميز بين كلامك وردك، خلي ردكم ليكم وانا هكتب ايه؟ الرد. صحيح بولس اسقف حمص الحاجات اللي القديس كيرلس شافها برضه شرحها بطريقه ارثوذكسيه، لكن لم يعتمد عليها القديس كيرلس في الرد على من يتهمونه، وكتب اللي احنا قريناه له تكمله
يقولوا هذه الوسيطة عبدك أن يهتم يلد نفسك المدوية والحق برسالتنا هذه. وبذلك نجد أن القديس كرولوس قد ميز الوضوح بين كلماته الشخصية وكلمات الشرقيين في الرد على هذه الدورة. وبعد أن منح القديس كرولوس الشركة لبولس الخامس وناقش معه بعض الأمور المتعلقة بالسلام، يروي القديس كرولوس في الرسالة 37 قائلا: ولكن حيث أنه بولس يعني لم يأتي بواسطة تتضمن أن يوحنا يحمل تعليم نسطوريوس ويعترف أنهم يعتبرونه معزولا لأن الرسائل المرسلة من يوحنا لم تكن تحوي شيئا من البيانات الضرورية، لذلك قلت أنني لا أستطيع أن أمنحه الشركة قابلة أن يفعل هذه الأشياء. يبقى هنا وسيطة المصالحة هي إيه؟ الحاجات اللي هي أقرها المجمع بس، ولكن حيث أني رأيت أنهم كانوا نوعا ما غير مهتمين بهذا الأمر، وأن الوسط التقي جدا بولس لم يكن يفكر كثيرا من جهة هذا، رجل بسيط. وبالمثل ايضا السيد العظيم التليفونوس سكرتير ارسطو اللايوس كان يهمه الناحيه السياسيه ان يبقى في سلام وخلاص يعرف، ولكي لا يفكر احد اننا رافضون السلام تاخيرا للامر فاننا كتبنا رسائل الشركه وهناك وثيقه مدوريه ايضا حسب راي الاسقف الطبي جدا بولس، ولكي يجب ان يوقعها اسقف انطاكيا ايضا. وانا ارسلت اثنين من الاكليروس مع المدهش جدا لرسول الله حتى انهم فيها حاله موافقه يوحنا على التوقيع. شوفوا الوثيقه بتقول ايه، الوثيقه اللي هيتوقع عليها بعزم نسطوريوس وحجم تعليمه فانهما يعطيان رسائل الشركه، وان لم يوقع فانهما يحتفظان بالرسائل. وأن أرسطولاوس المدهش جدا ألزم نفسه بقسم أن الوثيقة لم تسلم مقدما، وقال أنه إذا لم يرغب يوحنا في التوقيع فإنني سأبحر مباشرة إلى القسطنطينية وأخبر ملكنا الموقر جدا أنه بالنسبة لكنيسة الإسكندرية ليس هناك شيء يقف في الطريق، ولكن أسقف أنطاكيا هو الذي لا يحب السلام. انا هروح ما رضيش يوقع عدل على القسطنطينيه، هقول له بقى اقول للملك والامبراطور اسكندريه ما فيش مشكله، المشكله كلها في كنيسه انطاكيا. وبعد ان وصل رسول القديس كرولوس مع اسقف حمص وارسطولاوس السكرتير الى انطاكيا، القديس كرولوس كلم شمسين من عنده ان يقوموا يغيروا معاه يعني، وعرضوا الامر على يوحنا الانطاكي وامه بانه لن يتسلم رسائل الشركه ما لم يوقع على الشروط التي وضعها مجمع افسس لقبوله، واكدها القديس كرولوس فلم يوقع الا بعد ايام عديده. عرفت منين رساله كرولوس يقول ايه؟ يقول والشماس الحبيب كاسيوس هو واحد من هؤلاء الذين سافروا ووصلوا الى انطاكيا، وهو اصلا لا يستطيع ان يقول كيف انه قضى ايام عديده هناك دون ان يعطي يوحنا رسائل الشركه الا اذا كتب اولا بيده ما يخص كل هذه الامور. يعني فضل ما ادالوش خطاب الشركة انه يبقى مقبول الا لما يوقع الاول على كل هذه الامور. ايه هي الامور؟ يبقى وثيقة المصالحة كانت ايه؟ الشروط اللي حطها مجمع افسس. طيب هتفتكر كده عشان ايه؟ يقول ما هو انتماء كاكيوس اسقف حلب؟ كان تبع كرسي انطاكيا
بس مش كل اللي كانوا في الكرسي كانوا مصريين على فكرة، ومعظم الأطفال كانوا أرثوذكس في مصر، اللي هو تبع اللي كانت أنطاكيا مع مرارة مع أفسس. لا هو خضع مجمع أفسس، لكن هو كان تابع لكرسي أنطاكيا وبولس أمس كذلك. هل كلمة تكون تطلق على البشر؟ كيف أفرق بين هضموم للإنسان وهضموم الله؟ طب ما كلمة طبيعة، طبيعة الله وطبيعة الإنسان، في طبيعة لغوية، طبيعة الله وطبيعة البشر، وكلمة هضموم ممكن بالبساطة تعني شخص، فالله طبيعة واحدة وحيدة. لكن أعلن عن ذاته من طلب أقنى أقنين الآب والإبن والروح القدس إن طبيعة الله بسيطة إنه غير قابل للتجزئة. فالله هو كله، الله الآب وهو الله الإبن وهو الروح القدس، كل الله الروح القدس ثلاث أقنين لكن جوهر واحد، طبيعة واحدة، له ثلاث أقنين. الآب غير الابن غير الروح القدس، مختلف في الأقانيم لكن واحد في الجوهر. الإنسان إن طبيعتنا مركبة، إن طبيعتنا واحدة لكن مش وحيدة، مش ثلاث أقانيم بل ثلاث أقانيم بعدد البشر. كل إنسان له أقنوم. لماذا لم يشترك القديس كورنثوس لم الأسقف بولس الخامس اتناول إلى بعض الموافقة على شروط المصالحة على الرغم من الإيمان الواحد؟ لأنه الشروط هي اللي بتوع يعمل بيها الإيمان الواحد، لأن بولس الخامس كان تبع كرسي أنطاكيا، فالرئاسة بتاعته هناك كان إيمانهم مختلف، فكان عشان يقبل لازم يعلن إيمانه المخاضع للمجمع، مش حسب إيمان المجمع. هنشوف الرسائل اللي جاية بره. في سؤال بيقول ممكن يفتح واضح معنى الشرقيين أما أدركنا القديس كورنثوس يقصد الوحدانية بالطبيعة، الطبيعة وليس الأقنوم، أم فسر بعد ذلك مجمع خلق الدنيا؟ لما القديس كورنثوس قال طبيعة واحدة كان المفروض إنه يقصد طبيعة، لكن بعد كده في خلق الدنيا عشان بيقولوا أقنوم واحد في طبيعتين، قالوا لا ده القديس كورنثوس لما كان بيقول طبيعة واحدة كان يقصد بيها الأقنوم الواحد. ماذا يعني إنه توقيع شخصي على المصالحة؟ ما كانش خلاف شخصي بين القديس كورنثوس ويوحنا الأنطاكم ومجمعه، ولكن الخلاف كان خلاف بين يوحنا ومجمعه مع مجمع أفسس. البابا كورنثوس كان هو رئيس مجمع أفسس، فعشان كده يمثل المجمع لا يمثل نفسه فقط. ما هي الكنائس البطنية إلى الآن؟ قلناها المرة اللي فاتت، كل الكنائس البيزنطية يسموهم الروم الأرثوذكس، والكنيسة الكاثوليكية، والبروتستانت، الشيعة بتاعتهم كلها. هل كان الكراسي الكبار الإسكندرية والقسطنطينية وروما المفاوضين البابا كورنثوس المتحدث باسمهم؟ إذا كان هو بابا الإسكندرية مين اللي هيفاوضه في إسكندرية؟ والقسطنطينية كان مسقوطها مسطور. أسقف روما معلش يعني إدى أحيانا إحنا مثلا في المجمع المقدس ممكن لما يكون في تصويت ولا حاجة ممكن أسقف يفوض حد بتفويض رسمي يوقع بالنيابة عني مثلا، فممكن كان أسقف روما فوض البابا كورنثوس قال له هتقوله أنا موافق عليه يصوت باسمه يعني كمان، فكلف البابا كورنثوس باعتباره رئيس المجمع.
في سؤال من مجموعة الأسئلة الحقيقية. يقول في تفسيرات، في تفسير آيات مثل أبي أعظم ومواقف مثل يوم الرب يسوع أو أي من الأعمال الإنسانية تفسر لأنها تمت بالنسوب في حين أنه يقول أبي أعظم هنا يتكلم عن الآب بصفة الآب. ومثلها آية قال الآب إلى الآب، كيف نفهم هذا بظل التحرر الطبيعي والأقنومي؟ ولماذا نقول أن هذا حسب نسوته وهذا حسب نسوته وزياده؟ على حسب ربنا يسوع المسيح أصبح له طبيعة واحدة من طبيعته تشمل كل خصائص الطبيعتين النسوت واللاهوت وغير اختلاط ولا ابتزاز ولا تغيير. والآباء ادوا مثل واضح كده زي جمر النار، فاهم؟ الجمرة دهيت لها كل صفات النار من التوكب والإحراق، ولها صفات الفحم من الكتلة والوزن والحجم وما إلى ذلك. فالصفات دي موجودة ودي الصفات دي موجودة. زي إحنا طبيعتنا البشرية نملك كل الصفات الجسدية والصفات الروحية. يمكن أن نميز بين الصفات، لكن لا نميز إلا طبقة. وده اللي قاله القديس ساويرس العنطاطي، إن في زي شعر كده تميز الخلاص غير تميز الايه؟ الطبيعة. عشان نقول يلا نظبط الموت بالجسد. مات جسديا، لكن هو نفسه هو الإله المتجسد. أما بيقول أبي أعظم مني لأن أخلى زاد. لكن لم يفقد مجده، أخفاه، لم يفقد قوته. عشان يقول مجدني بالمجد الذي كان لي عندك منذ الابتداء. القديس يوحنا رأى السيد المسيح في الرؤيا بصورة وخلته وقع عند رجليه كميت، غير اللي ظهر فيها التجلي. كان بيخفي مجده ويعلنه الدرجات. فكان فطرة تجسده على الأرض أخفى منه، وإلا ما كانش حد يقدر يقربه ولا يسلبه. فأبي أعظم مني في المجد المعلق في السماء، لكن أما في الجسد أخفى إيه؟ أخلى ذاته وأخذ شكل العبد الصغير وفي شكل الناس زوجته في الهيكل كإنسان. فدي تفسر بالإخلاء. وانا يتكلم عن الاب صفته الابن او مثل الاب مش الابن، الاب غير الابن، الاثنين واحد في الجوار. لكن الابن لما تجسد اخلى ذاته. اما بيقول ولا الابن الا الاب. اما اتكلم على اليوم والساعه، اما ذلك المتلفع لما قال في حته تاني حكايه اليوم والساعه. قال الكتاب قال أما الأزمنة والأوقات لا يعرف أحد إلا الله. فإيه؟ لا يعرف التي جعلها الله في سلطان. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطان واحد. فأقوم الإبن هو أقوم الإعلام. فالأزمنة والأوقات مش الأمور غير مصرح بإعلامها، جعلها الأب سلطان. فقال ولا الابن، يعني ولا الابن يصرح بيها، لكن كل ما للأب فهو لي. كل ما للأب فهو ايه؟ لي. لكن مش كل حاجة هتتقال، لأن دي جعلها الأزمنة والأوقات جعلها الأب سلطان. ف
فليس لكم أن تعرفوا. حدش دي من سلطة الأب واحد، ودي مش من الحاجات اللي الابن هيعلنها. فكيف نفهم هذا في ظل الاتحاد الطبيعي والقانوني؟ بيقولوا في سمو، بيقولوا الطبيعة لا تستقيم إن لم يتخذها شخص. مفيش طبيعة موجودة قدامنا بدون أقنومية. الطبيعة النسبية لابد أن يكون أقنومها اللي يفردها، لأن الأقنومية تعني الفردية. أقنومنا صوت، لأن اللي بيديني الفردية اللي بيدي الفردية بين أبونا وأبونا. شخصيته كلنا طبيعة واحدة، أبونا أشعيا وأبونا فلوبتير وكلنا طبيعة واحدة، لكن في فرق بين أبونا أشعيا وأبونا فلوبتير. الفرق ده فين؟ في الطبيعة ولا في الشخصية؟ في الشخصية. طب إيه هي الفرق؟ يعني ببساطة كده لما أجي أفرق بين أبونا أشعيا وأبونا فلوبتير بفرق إزاي؟ شكلهم مختلف، سنهم مختلف، لونهم مختلف، سلوكهم مختلف. فكل الصفات اللي بتعبر تفرد الناسوت روحيا وجسديا. فده اللي بيدي الفردية أو الشخصية. فلما الخلقوطنيين يقولوا أقنوم الكلمة اتحد بطبيعة مش ملهاش أقنومية، كلام فلسفي غير منطقي. وبعدين يقولوا طبيعتين ومشيئتين وفعلين. طب ما الفعل والمشيئة من الخصائص الأقنومية. يقولوا الذي يعني كلام استهلاكي، أنا نشرحه لاحقا. لكن القديس كورنوس شرح ده في البند الثالث، قال من يفرق الأقنومية، من يفرق الأقنومية من بعد الاتحاد ولم يحسن توحيدهما باتحاد طبيعي فليكن محروم. اللي هيربط منهم بس بالاتصال بالسلطه بكذا وكذا وكذا وكذا، ولم يحسن توحيدهما باتحاد طبيعي فليكن محروم. توحيد ايه؟ الاقنومين. فده تعليم القديس بيرونس والقديس ساويرس الانطاكي شرحه بالتفصيل. حاليا يا سيدنا ممكن نقدر توضح الاتحاد الاقنومي، هل هو بمعنى اتحاد اقنوم الابن واقنوم بشري هو شخص السيد المسيح؟ الاقنوم الكلمة لم يتحد باقنوم بشري يعني او بكيان بشري موجود، ولكن الكلمة صار ايه؟ جسد. يعني مفيش كيان بشري قائم طبيعيا واقنوميا واقنوم الكلمة اتحد بيه. ولكن زي ما قلنا ان الناسوت وجد متحدا باللاهوت طبيعيا واقنوميا. لو اتحد بطبيعتنا، ولما اتحد بطبيعتنا ما اتحدش بالطبع بالطبيعة كلها، بطبيعة لها فرديتها. الفردية هي الأقنومية، حتى من هو خلية واحدة ليها فرديتها. وبالتالي صار الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي منذ اللحظة الأولى للتجسد. ما كانش في طبيعة أقنوم قبل التجسد. ففي تعريف الأقنوم، ودي حاجات تعريفات هنختلف فيها برضه مع الخلقوطنيين، ان يعرفوا الطبيعه والاقنوم بتعريفات فلسفيه غير منطقيه، ويختلفوا فيها لما يجوا يتكلموا عن الثالوث بتعريفاتها عن لما يتكلموا عن الايه؟ التجسد.
فالاتحاد الطبيعي والاتحاد القانوني متزامنان، لكن نكون حريصين ان ما نقولش اتحد بشخص يعني ما كانش صوت طائل متحد به. الكلمه صار جسد، فصار الاتحاد الطبيعي والاتحاد القانوني كائن واحد منذ اللحظه الاولى للتجسد. لان ممكن لو تيجي تقول كده يقول لك اه كده يبقى مصدور، بتقول في اقنومين. لا، مصدور قال ان صوت المسيح له كيان اتحد بيه، اللي هو مش اتحاد حقيقي، نوع من المصاحبه او المرافقه او الاتصال. واتحاد اتحاد ادبي، اتحاد خارجي. لكن احنا زي ما القديس بولس قال اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، والاثنين متزامنين. لكن طبعا ربنا يسوع المسيح كان مميز بين البشر، مميز زي ما قدر مميز بطرس عن يوحنا، كان مميز ربنا يسوع المسيح ناسوتيا عن اي حد تاني، فيحمل كل الصفات الطبيعيه والاقنوميه للاهوت والناسوت معه. هل يوجد كتاب مترجم يحتوي على رسائل البابا كيرلس؟ في كتب طلعت طباعا، بس يمكن مش الرسائل كلها مترجمه. في كتاب اسمه ذا فازرز اوف ذا تشيرش، موجود فيه الليترز كلها بتاع القديس كيرلس باللغه الانجليزيه. طبيعة واحدة الله الكلمة المتجسد.
تعبير آخر مية هيسس تسيء لغز صرف مين طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة. التعبير الأولان قال البابا أثناسيوس واستخدمه القديس كرونوس وأضاف عليه التعبير الثاني أيضا من هو الله الكلمة ربنا يسأل سيدنا الطبيعة وحدة الله الكلمة المتجسد. فالطبيعة هنا الوحيدة في الله الكلمة المتجسد تخص الإله المتجسد له طبيعة إيه؟ وحيدة. فسيسار كومين هنا عايدة على الله المتجسد، الله الكلمة المتجسد ككل، لكن طبيعة واحدة الله الكلمة المتجسدة كلمة متجسدة عايدة على الطبيعة. دق على الكلمة المتجسد بعد الجسد، طبيعة واحدة عايدة على الكلمة المتجسد، لكن هنا طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة، يعني هنا بيعبر عن الطبيعة إنها إيه؟ متجسدة. للقديس كيرلس استخدم تعبير آخر أضافه لم يلغي الأولاني، استخدم الاثنين. لما اتهموه بالأبولينارية إنه بيقول بطبيعة واحدة هي الطبيعة المادية صوت يعني بين السماء كده، فأظهر ده القديس ساويرس اللي بيشرح كده في الرسالة الثانية لسربيوس، يقول عشان كده استخدم كلمة متجسدة بمعنى مركبة، ما عادش طبيعة بسيطة هي الطبيعة اللاهوتية وبس، يعني عايز يأكد إن الطبيعة الواحدة هي طبيعة مركبة. فإذا كان هي أكد على وحدانيتها وطبيعة واحدة الله الكلمة المتجسد، وأكد إن هذه الطبيعة الواحدة متجسدة، يعني طبيعة مركبة مش طبيعة بسيطة ما هياش اللاهوت بس، ولكنها طبيعة مركبة من طبيعتين. هل الرسول حضر المجمع أم لم يحضر فيحنى من معه؟ وإن لم يحضر كيف يحكم عليه غيابيا؟ لا، الرسول ما حضرش المجمع، حكم حكم عليه غيابيا لأنه دعي ولم يحضر، كان وصل له دعوة للمجمع وهو رفض الحضور وأصر على الرد، وحكم عليه من خلال كتاباته وتعليمه، وما رضيش يجي يدافع عن نفسه، ما عندوش حاجه يقولها، فعشان كده اتحكم عليه غيابيا لان هو رفض الحضور، وكان له كتابات واقوال مسجله عليه ممكن يحكم عليها من خلاله. بكده تعودنا هنراجع الأسئلة التانية اللي تيجي، ممكن في أسئلة تيجي بعد ما نخلص، وممكن هنشوف إذا كان في حاجات منها ممكن نجاوبتها في مرة أخرى، ممكن نحاول. شكرا.